نبدأ الجلسة الافتتاحية بدعوة السيد الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لتقديم كلمة ترحيبية في هذه المناسبة، فليتفضل معالي. شكرا. معالي السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد الأستاذ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الأخ الكريم الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق النقد العربي، سيد الأخ الكريم أستاذ أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي، ضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أتوجه بالشكر وعظيم التقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الرعاية الكريمة لأعمال الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما أتقدم لدولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكل الشكر والتقدير على تشريف سيادته لهذا المحفل العربي الهام وتفضله بحضور الجلسة الافتتاحية. كما أتقدم لحضراتكم جميعاً أصحاب المعالي والسعادة بأسمى كلمات الود والترحاب، متمنياً أن تكل الأعمال هذه الدورة بالنجاح والتوفيق. مما لا شك فيه أن اجتماعات المجلس الموقر تحظى دائماً بمكانة خاصة واهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، منذ أن احتضنت القاهرة فعاليات الاجتماع الأول لهذا المجلس في عام 1972، إيماناً بالدور المحوري الذي تقوم به البنوك المركزية والقائمين عليها في قيادة النمو الاقتصادي وتوجيه السياسة النقدية بالدول العربية. ولعلكم تتفقون معي في أن اجتماعات المجلس الموقر تعتبر وبحق بمثابة منصة عربية هامة لتبادل الرؤى ووجهات النظر في مجال عمل البنوك المركزية وتعزيز أواصر التعاون وتنسيق مواقف الدول العربية فيما يتعلق بأساليب وآليات مواجهة التحديات المتنامية التي تواجه السياسات النقدية والاقتصادية في دول المنطقة. السيدات والسادة، إن جدول أعمال هذه الدورة يناقش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تأتي على رأس أولويات معظم صانعي السياسات ومحافظي البنوك المركزية بمنطقتنا العربية، لا سيما في هذه المرحلة الحاسمة والفارقة التي تشهدها المنطقة مع تسارع المتغيرات وتعاظم حجم التحديات وما تنطوي عليهم تأثيرات متباينة على ترسيخ أسس الاستقرار المالي في دول المنطقة. هذا ومن المقرر أن نتناول في اجتماعنا اليوم مدى اتساع رقعة حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي وتأثيرتها على الدول العربية مع تلاحق الأزمات والصدمات الداخلية والخارجية في دول المنطقة وانعكاسات ذلك على السياسات النقدية، فضلاً عن مناقشة مديونيات القطاع الخاص وتأثيرها على القطاع على استقرار قطاع المال. إضافة لذلك تتطرق أعمال هذه الدورة إلى تناول موضوعين آخرين يعتبر من الموضوعات المعاصرة التي حظيت مؤخراً باهتمام إقليمي وعالمي غير مسبوق، وهما ما يرتبط بقضايا التغير المناخي ودور البنوك المركزية في التعامل مع مثل هذه القضايا، وكذلك ما يرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. هذا إلى جانب مناقشة بعض التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربي لعام 24. السيدات والسادة الحضور الكرام، أود أن أتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير لإدارة صندوق النقد العربي ولجميع الأخوة والأخوات العاملين به على جهودهم الحثيثة في سبيل تيسير أعمال المجلس الموقر. وهنا لابد أن أشيد بالدور المحوري الذي يقوم به أخي الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق النقد العربي في تقوية وتعزيز هذه المؤسسة العربية العريقة من خلال رؤية ثاقبة وطموحة تنطلق من أسس علمية واعية بمدى أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في مساندة البرامج الاقتصادية والمالية التي تتبناها الدول الأعضاء وما يتطلبه ذلك من وجود قاعدة رأس مالية راسخة تتماشى وتتسق مع مستهدفات استراتيجية صندوق النقد العربي. وبصفة عامة فإن الاستراتيجية الخمسية الجديدة للصندوق تنطوي على العديد من الجوانب التي من شأنها أن تعزز من مكانة الصندوق كداعم أساسي للاستقرار الاقتصادي بالمنطقة العربية، حيث اشتملت الاستراتيجية على بعض العناصر التي توفر إمكانيات التطوير لبرامج الإقراض والإصلاح الاقتصادي وتتيح آليات فعالة للتمويل مع أخذها بعين الاعتبار رفع مستوى إدارة مخاطر التمويل فضلاً عن تطوير الأداء الاستثماري للصندوق.
ووضع إطار محدد لتعزيز كفاءة الإنفاق بما يعزز بناء موارد وقدرات الصندوق على مدى السنوات القادمة. السيدات والسادات والسادة، أجدد ترحيبي بحضراتكم جميعا في بلادكم وبين أشقائكم، وأتمنى أن تكون مؤتمر ناجح وتقضي وقت برضو كويس في القاهرة. شكرا.